الشيخ علي، ونتحدث نفس السؤال الذي سألته للشيخ الفزازي وأيضا الشيخ رضا الجوادي من تونس. ما هذا الهوان الذي يوصف به الشارع والحالة العربية والإسلامية؟ الاحتلال يستبيح أو يخطو خطوات للمناطق الحمراء آخر الحصون يعني، ولا نجد صوتا على المستوى الشعبي ولا على مستوى النخبة ولا على مستوى الإعلام ولا على مستوى الجامعة ولا على مستوى الساسة. ما الذي حدث الشيخ علي بالحاج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولضيوفك الكرام وللنظارة. لا شك من يهن يسهل الهوان عليه، ما لميت ما لجرح بميت إيلامه كما يقول الشاعر. ومن يهن الله فما له من مكرم. الشعوب العربية هي شعوب في الحقيقة ينبغي أن ندرك، لأن الشعوب متعاطفة مع القضية الفلسطينية إلى أبعد الحدود. مشكلتنا الأساسية هي أن الشعوب هذه لم تستقل، لم تعرف طعم الاستقلال ولا طعم الحرية الحقيقية. نعم تحررت الأرض ولم يتحرر الإنسان الذي يمشي فوقها. ولذلك نجد صيحات أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الفكر مكبوتة ومقموعة وممنوعة، اللهم إلا من صب في إناء السلطة الذين يقولون، لأنه ما هي الفائدة في مثل هذه العمليات التي جرت يعني إغلاق المسجد الأقصى من الصلاة ومنع الناس فيه. هذه في التعليات عرفها الشعب الجزائري أثناء ثوراته، دائما كانوا يحيلون الملامة على السائر، ولكنهم لا يلومون المحتل الغاصب للأرض. هذا منطق جديد أصبح له الآن من يروج له، وأصبح صوت يعني يعتلي الآن حتى في الفضائيات، لا سيما فضائيات المال والدولار، حتى يوهن في الأمة الإسلامية. ولكن الحقيقة أن المؤمنون الحمد لله رب العالمين مستبشرون، مهما كانت هذه الشدائد ومهما كانت هذه المحن ومهما كانت هذه الصعاب. نعم الشيخ علي، ما الذي يمنع أحزاب نخبوية يعني في الجزائر، أحزاب يسارية قومية إسلامية، أنه تعمل بيانات؟ يعني لا أعتقد أن السلطة في الجزائر حتمنحها. يعني ما الذي يمنع أحزاب أنه تعمل تجمع سيدي في قاعة وجيب المناظرين تاعها وتعمل على الأقل ندوة من باب أضعف الإيمان؟ ما الذي يمنع جرائد أنه تعيد إثارة القضايا الفلسطينية في وقت الأزمة مثلا، مثل ما كنا نعمله في التسعينات؟ يعني لما تكون هناك أزمة تلقى كل الجرائد تجيب تاريخ فلسطين تاريخ القدس هكا لتذكير الأمة. يعني ما الذي يمنع هذه النخبة بمعزل عن سطوة السلطة؟ يعني أنت محق فيما قلت، لا سيما الأحزاب الموالاة يعني وأحزاب المعارضة المعتمدة. يعني هذه في الحقيقة لا مبرر أن تسكت على هذا الشيء. الجمعة الماضية بمجرد أن سمعوا أن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مسجد في حي القبة من أجل أن يقوموا بمظاهرة، طوقت مصالح الأمن ورجال الأمن طوقوا المكان وطوقوا المسجد خوفا من مسيرة هؤلاء في الحقيقة. لكن هؤلاء ليس لهم عذر، ولكن لابد أن ندرك بأن ليس لهم عذر وأنهم مسؤولون، لأنهم عندهم اعتماد وعندهم باستطاعتهم أن يقوموا بهذا الواجب الشرعي. فلما يسكتون؟ هم سكتوا حتى على كثير منهم، سكت حتى على سفير السعودية الذي جاء إلى بلادنا بلاد الشهادة والاستشهاد ووصم حركة حماس. يعني حركة حماس هي من جملة حركات المقاومة في فلسطين، يعني في الحقيقة وصمها بأنها
خارجة يعني إرهابية، وأنهم يقاومون في الفنادق، وكأن الجهاد فقط هو حمل السلاح، وينسى بأن العملية الجهادية هي عملية في الحقيقة تضامنية معقدة، يشارك فيها بسلاحه، والآخر يشارك بالإعلام، والآخر يشارك بالكلمة، والآخر يشارك بالمحافل الدولية. وهكذا كان الثورة الجزائرية، كان هنالك في الجبال، وكان هناك مكاتب في العالم العربي والعالم الإسلامي، حتى في الصين، حتى في أفغانستان، وكل يجاهد بالطريقة التي كل ميسر لما خلق لها. أريد أن أسألك شيخ علي بالحاج، يعني هناك من يقول أنه هناك إكراه خارجي مقبول بالنسبة لهم، يعني الحرب على الإرهاب وهذه الجولات الأوروبية والأمريكية مع تحالفات عربية من أجل القضاء على الإرهاب والتحذير من التعاطف مع الإرهاب، ربما قد يخلط الأمر أو يجعل ضغط على بعض الناس، وبالتالي يعني يقللون الكلام عن حماس، عن الثورة، عن المقاومة في فلسطين. يعني شهيد في فلسطين سميه قتيل، الاحتلال الإسرائيلي سميها دولة إسرائيل، يعني أشياء مثل هذا من باب التأقلم مع الواقع. يعني هل هذا المبرر مقنع بالنسبة لك؟ الأخ سليم، أنت أولا جزائري وتعرف الثورة الجزائرية وتعرف تاريخها، وتعرف أن حتى الشيخ الأمير عبد القادر رحمه الله، جريدة البشير التي صنعتها فرنسا، كانت وجدت علماء سموا الأمير عبد القادر بأنه خارج على ولاة الأمر، وأنه يعني يلقي بالشعب الجزائري التهلكة، وقالوا في بوعمامة هكذا، وقالوا حتى في سيغوت يوسف في 20 أوت 55 قالوا بأنه كانت تسبب في قتل 12,000 ضحايا. يعني إذن هذه النغمة موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة استعمرت ووجدت في قلبها من يقف أمام هؤلاء إلا ويوجد علماء. لكن السؤال الذي طرحته أن هؤلاء الحكام، أنا أقول بأنهم عملاء، لا يمكن، لا إنك لا تجني من الشوك العنب، هؤلاء لا ينتظر منهم خير. هؤلاء الحكام نصبهم الغرب. يعني أنت توجد في الجزائر بيان واحد على ما حدث في القدس، لم يتحدث حتى رئيس، حتى ملك، حتى أمير على هذا العمل، ولم يشجعوا هؤلاء الشباب، ولم يترحموا عليهم، ولم يصفوهم بالشهادة. يعني كأنهم ارتكبوا جرما، بل أن زعيم فلسطين عباس يعني أدان. واليوم العجيبة الكبرى أن الله فضح ماكرو عندما سمى العملية هذه يعني التحريرية يعني عملية الجهادية، سماها يعني إرهاب وسماها كذا، ومع نتنياهو، وقد كشف الله عز وجل قناع هؤلاء. ولكن كل الأمل في الله عز وجل، وأن الأمة ما زالت بخير، وما زالت ولادة والحمد لله، وليست أمة عقيم. هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأنفسهم كانوا في الجزائر، وكانوا في تونس، وكانوا في المغرب، وكانوا في مصر، والتاريخ الحركات التحررية معروفة في التاريخ الإسلامي، وهذه في الحقيقة طبيعة، وهذه ضريبة لا بد نجد حكام عملاء، ونجد يعني معارضة مائعة في هذه البلاد. نحن الآن في بلادنا ممنوعون الناس من حقوقهم السياسية، وممنوعين من التجمع، وممنوعون من المسيرة. طيب دع المسيرات، خلي المسيرات فقط في القضايا التي تهم الأمة العربية والأمة الإسلامية، والمظالم العامة التي تمس الأمة العربية.